في إطار السباق الذي جمع روسيا والولايات المتحدة إلى الفضاء خلال القرن العشرين، نجحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في إطلاق أول مهمة إلى المريخ. فعام 1965 أرسلت مارينر 4 الصور القريبة الأولى للكوكب الأحمر، وتمكنت مهمات لاحقة لمارينر من إرسال صور أخرى للكوكب الأقرب إلى الأرض. عام 1971 حققت روسيا أول نجاح فضائي بإرسالها مركبة مارس 2 غير المأهولة، إلا أنها فشلت في وضع مسبار. ووصلت مارس 3 في السنة عينها وأرست أول مسبار على سطح المريخ ليرسل إلى الأرض بيانات فيديو تبلغ مدتها 20 ثانية. بين 1975 و 1980 أرسلت ناسا مسبارين ومركبتين غير مأهولتين، وقامت هذه الأخيرة برسم خرائط وبتحاليل بحثاً عن أثر للحياة على الكوكب. عام 1997 أطلقت المهمة الأمريكية باثفايندر، وكان سوجورنر أول روبوت يطوف على سطح المريخ. عام 2003 انضمت أوروبا إلى المهمات الاستكشافية مع مهمة مارس إكسبرس ومسبارها بيجل 2، إلا أن المهمة فشلت في التواصل مع الأرض. في نوفمبر 2011 أطلق الروبوت كوريوزيتي من كاب كانافيرال، وكان أكبر المركبات الفضائية التي تحط على كوكب آخر وأكثرها تطوراً. وجمعت هذه المهمة التي دامت سنتين أدلة تشير إلى أن الكوكب احتضن في الماضي بحيرات ومياه بشكلها السائل، كما أنها كشفت عن وجود الميثان في جو المريخ، وهو غاز مصدره الرئيسي على كوكب الأرض الكائنات الحية. أما في 2014 فقد أصبحت الهند أول بلد آسيوي يضع مركبة فضائية في المدار، وقد أطلق عليها اسم مانغاليان. في مارس 2016 انطلقت المهمة الروسية الأوروبية المشتركة إكزو مارس من كوكب الأرض في مرحلة استكشافية أولى هدفها التأكد من وجود أثر سابق للحياة على المريخ، أو إذا كان هذا الأمر ممكناً اليوم. إثر ذلك وضعت مركبة فضائية في منتصف أكتوبر 2016 في المدار حول المريخ، إلا أن المسبار سكياباريلي الذي كانت تحمله لتمهيد الطريق أمام روبوت متحرك جديد بحلول 2020 تحطم على سطح الكوكب.